المحاولة الوصلاوية لا تزال قائمة. بينية الآن إلى ماهر، ماهر يحاول يلعبها الفارو، استلام خطرة ممكن تسديدة، جول وصلاوي. الإمبراطور الوصلاوي يسجل أول الأهداف، والفارو الأوروغوياني كالعادة يفتتح التسجيل. إيميليانو الفارو شوف كيف خذاها لنفسه، هنا التمريرة حلوة كانت إلى ماهر جاسم، ماهر أيضا تمريرة إلى الفارو، سكنها استلمها بيسارة سددها، ما كانت صعبة على حارس المرمى ولكنها ذهبت إلى الشباك وأتى الهدف الأول لنادي الوصل. برافو إيميليانو الفارو على هذا المجهود، على هذه البداية الخيالية القوية مع نادي الوصل. لسبع مرات يقابل بطل الدوري لمرة وحيدة، هنا كرة، محاولة دوندا ممكن تسديدة، الله، ماريانو دوندا يسجل الثاني من تسديدة قوية. تهيأت إلى هذا اللاعب وفرحة الجماهير الوصلاوية اللي حاضر هذا اللقاء. دوندا مرة أخرى يرجح كفة نادي الوصل، يسجل الهدف الثاني. الكرة اللي تهيأت أمامه سددة بعد ذلك أرضية، شوف الكرة في الإعادة مرفوعة، بعد ذلك تبعد من جماعة عبد الله وتتهيأ إلى دوندا، دوندا تسديدة زاحفة، برافو. الهدف الثاني للوصل، الهدف الثاني للوصل عن طريق الفنان، عن طريق اللعيب، عن طريق محرك فريق الوصل الرئيسي. على تقدم دوندا، على رغبة الوصل، شوف العرضية المثالية، وماهر جاسم، ماهر جاسم يظهر، الوصل يسجل ويقول كفانا غيابا عن الانتصارات على هذا الملعب. هدف يسجل في هذه اللحظات، تحدثت بأن النتيجة لم تنتهي 2-1 نظرا للقاءات الأخيرة بين الفريقين. نعم، إحساس لا يخيب.